هي رائعة الصراحة أبو سيف الجميلة الخالدة في السينما المصرية بداية ونهاية، ولكن فيصل زيدان الحقيقة برضو بيدينا رائعة جميلة وهي بداية بلا نهاية، وهي قصة نجمنا النهاردة مع النادي الأهلي وهي قصة لا تنتهي، قصة من الاحترام والحب والتنافس المحترم الحقيقة. هو الحقيقة حفر اسمه في قلوب كل الأهلاوية بل في قلوب كل الجماهير ولكن خصوصا الأهلاوية. يخرج من الاهلي ويرجع تاني الجمهور يحبه، يخرج ويرجع تاني الجماهير تحبه، ثم يخرج بقى لمسيره احترافيه في عدد من الانديه مودعا النادي الاهلي كلاعب، ولكن يظل قلبه وعقله وكل وجدانه مع النادي الاهلي، وتجده في الملعب منافس عنيف وشديد للنادي الاهلي ولكن بكل حب واحترام، لان دي اخلاق الفرسان المنافسه الحقيقيه، ان انا اخلص لفريقي ايا كان من هو ولكن لا انسى من كان صاحب الفضل علي. هو معشوق زملائه ومعشوق الجماهير، كله بيحبه، عمرك ما تسمع ولا تلاقي كلمه وحشه من حد عليه على الاطلاق، اول ما تقول اسمه لازم تبتسم، لازم تضحك، على الرغم من انه هو لعيب صفته انه راجل جدع قوي صلد في ملعبه، ولكنه في النهايه خفه دمه واحترامه للجميع بيخلوا الناس كلها تحترمه، ومشهد خروجه من النادي الأهلي كان مشهد شديد الاحترام وشديد الحب ما بينه وما بين الإدارة وما بينه وما بين المدربين وما بينه وما بين اللاعبين وما بينه وما بين الجماهير، والآن يواصل تألقه مع سيراميكا كليوباترا ويثبت أنه مهما امتد به العمر لكنه يظل نجما في كل فريق لعب ويلعب له. كابتن سعد سمير مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن شوبير، ومبسوط ان انا مع حضرتك وبشكرك على الكلام الجميل ده واللي انا ما استاهلوش يعني. حبيبي تستاهل كل حاجه. سعد سعد يا حيا سعد. مين اول واحد غنى لك دي؟ من اول واحد هتفها لك؟ انت عارف اصل الهتاف ولا ما تعرفوش؟ يعني مش للدرجه دي. لا بتهزر. تخلص عليا. امتحان تاريخ خفيف كده يعني. ايوه سعد باشا زغلول. مية مية يا عم سعد، تكسب يا عم سعد، قول. فكان اعتقد الكابتن ايمن الكاشف اول ايمن واحد. الكاشف اعتقد اول واحد ايمن مطلع حاجات كتير. مطلع حاجات حلوه، كان الموسم ده جبت حوالي 7 اهداف او 6 او 7 اهداف في الدوري. طبعا كلهم اغلبيتهم يعني. وكان في معظمها الحمد لله كانت اهداف مؤثره في الدقيقه الاخيره، منهم سموحه اللي كنا بنعرضه. كان سموحه والمصري وبروجيت والداخليه، فيعني الموسم ده 2017 كان موسم خير عليا، فكابتن ايمن الكشف اللي طلعها يعني. الخروج من الاهلي والعوده يعني رحت المقصه وانا صغير، المقاولين. المقاولين الاول. 6 شهور احنا بدانا في ناشئ الاهلي. يعني حلو. جيت على قطاع الناشئين، لعبت في الاول وانا صغير في اتحاد الشرطه، ورحت تجربه كده قصيره النصر الليبي، وبعدين جيت على قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ده اللي بيوضح ليه انت كنت موجود في ماتش اعتزال خالد حسين او خالد كمونه. نادي النصر الليبي، البعض تسأل. كنت مع لعبت مع خالد ودعاني للماتش، وهو اسطوره ليبيه كبيره. هناك وكان مباراه اعتزال، فكانت حاجه جميله ان انا اروح اتفرج على الماتش وكده واحضر مع الناس ونادي النصر وكده. ورجعت على النادي الاهلي بقى من القطاع الناشئين وانا صغير مع الكابتن فتحي مبروك. كويس. وابتدينا بقى، كان كاس العالم للشباب 2009، كنا عندنا كاس عالم في مصر، وبعدين ابتديت مع النادي الاهلي الفتره دي. وطلعت بقى بعد كاس العالم على الفريق الاول على طول. حلو. مع الكابتن حسام البدري. امتى رحت المقاصه؟ المقاولين. المقاولين مش المقاصه؟ لا المقاولين. وبعدين المصري. المقاولين. كان موسم 2011. ايوه. رحت اعاره 6 شهور من يناير لنهايه الموسم. انا متاسف، كان المقصه معروض وكان قريب وانت قلت لا. انا اختار. كان في كذا نادي، انا قلت كان المقصه والاتحاد. ما بقاش في دماغي لحد دلوقتي انه المقصه. المقاولين العرب. ايوه بالظبط زي ما حضرتك بتقول. فكان المقاولين العرب، ولعبت 6 شهور كانوا كويسين جدا، كنت انا وصلاح والنني وباسم علي ومجموعه شباب عملنا سيزون كويس، وبعدين رجعت بقى النادي الاهلي بعد انتهاء اعارتي. خليني انت وصلاح. وانت والنني. خليني اتكلم شويه على صلاح، لان الفتره دي كان بدا صلاح يلعب اساسي. فرقه المقاولين العرب. انا شفت صلاح امبارح الحقيقه في الندوه في معرض الشارقه. ايه الجمال والابداع والحلاوه، بني ادم اتغير تماما، عقليه مش طبيعيه، وبيدي دروس رائعه للجميع يعني. احكي لي شويه عن مزاملتك لصلاح وايضا للنني. وفي المنتخب برضو الاولمبي كنا مع بعض برضو. نعم حلو قوي. واتزاملتوا مع بعض منتخب اولمبي ونادي المقاولين العرب الاثنين. احكي لي شويه صلاح وشويه النني.
يعني طبعا الفتره دي كان الاثنين في منتخب هم اصغر مننا نعم بسنتين وانضموا لنا. كابتن هاني رمزي كان صعد مجموعه كبيره زي حجازي والنني وصلاح في المنتخب الاولمبي، كملوا معانا يعني الفتره اللي بعد كده. نعم هو صلاح من اول يوم كابتن شوبير كان عنده هدف الواضح، هو كان عنده هدف ان هو عايز يسافر بره من بدري وعنده هدف ان هو عايز يحترف. دماغه دايما كانت في بره، مهما اتكلموا في عروض في مصر تكلموا في اهلي في زمالك، هو كان عايز يسافر بره وعايز يخوض التجربه ان هو يبقى حاجه مؤثره بره من صغره. وهو كان راسم لنفسه خط ماشي عليه ان هو يجتهد، ان هو يتمرن بشكل كويس، ان هو حاول يشتغل على قد الامكانيات الموجوده المتاحه في الفتره دي في مصر، لحد ما ابتدى يشتغل معانا في المنتخب الاولمبي وابتدى ان هو يتالق بشكل كويس. والحمد لله يمكن انا علاقتي بصلاح يعني الحمد لله ممتده لحد دلوقتي. زي ما حضرتك بتقول هو دلوقتي تحول بقى شخصيه ثانيه خالص، شخصيه اقرب منها ان هو اوروبي اكتر من ان هو اوروبي في العقليه وفي التفكير، بيفكر بشكل مختلف خالص. لكن الفتره اللي حضرتك بتتكلم فيها دي كان هو ابتدى يلعب، ابتدى يجيب اجوان في الدوري، ابتدى ينضم للمنتخب الاولمبي، ابتدى يبقى اساسي في المنتخب الاولمبي، ابتدينا نلعب ماتشات وديه بره في اوروبا، ابتدت الفرقه تحط عينها عليه. افتكر ان احنا قبل ما نروح بازل لعبنا ماتش ودي قدام بازل. صح. انا ساعتها الكابتن هاني رمزي كنت بتكلم معاه، فقال كان المنتخبات ممنوع تلعب مع انديه، فقال انا هلعب انا عامل المباراه دي مخصوص لانه بازل عايزين يتفرجوا على محمد بالزبط. صلاح بالزبط. فتم استثناء هذا اللقاء ان المنتخب يلعب مع نادي، ويوميها تالق صلاح اعتقد جاب جون الهدف. جاب جون وعمل جون. نعم. وكان متألق جدا، وده قبل الأولمبياد. وبعدين انتقل بقى الخطوة الأولى بتاعت بازل. صلاح في ميزة مهمة جدا ان هو بيتطور بسرعة. ان هو بيستوعب بسرعة اللي ممكن لعيب تاني يتعلمه في موسم، صلاح ممكن يتعلمه في شهر أو شهرين، لأن هو كان شغال على نفسه بشكل كويس جدا، حارم نفسه من حاجات كتير. وأنا بشوف يا كابتن شوبير إن اللي وصل له صلاح ده ما وصلوش صدفة. اعتقد ان هو في التاريخ المصري في السنين اللي فاتت دي هو اكتر لعيب حاول ان هو يطبق مبادئ الاحتراف 100% فعلا طبعا. فهو اكتر لعيب مصري قدر يوصل ويطبق مبادئ الاحتراف اللي هو عاشها، فعشان كده وصل للدرجه دي. اعتقد لو كان حد زي صلاح قدر يطبق 100% من تركيز واجتهاد وان هو يهتم بالتفاصيل ويهتم بكل حاجه يقدر يوصل لبعيد. برضه عندنا مواهب كتيره، لكن المشكله زي ما صلاح بيقول دايما في العقليه. فهو اشتغل على نفسه وبعدين ابتدى بقى الرحله. وعايز اقول لك على سر، احنا كنا في المنتخب، كنت انا وتريزيجيه ورمضان كنا في كاس العالم، انا كنت بجيب صلاح كل يوم نقعد مع بعض على الاقل ساعه ونقعد نتكلم معاه، نساله هو بيعمل ايه، يومه بيمشي ازاي، ايه الجديد اللي هو بيحاول يشتغل عليه. كل يوم بنقعد معاه الفتره بتاع كاس العالم عشان خاطر نطلع منه كاس عام للشباب، كاس عام في روسيا. في روسيا المنتخب الاول. المنتخب الاول. تمام. اوكي. كنا بنقعد دايما معاه فعلا نتكلم معاه 2019 2018 نتكلم معاه في كل التفاصيل، يومه بيمشي ازاي، ايه اللي هو مهتم بيه، ايه الجديد اللي هو وصل له، سواء في ريكفري، سواء في تمرين، سواء في ان هو بيحاول يطور من نفسه، سواء ان بتقابل انتقادات ازاي، بتحاول انت تسيطر على عقلك ازاي. فبصراحه هو حاجه مشرفه لينا كلنا. وهو شخصيه يعني الجانب الانساني بقى عنده يعني رائع. انا عارف يعني انا حتى في اصابتي في سر يعني ناس كتير ما تعرفوش، يا ريت. يمكن انا تواصلت مع صلاح ومع في حد من الاستاف بتاع ليفربول، جالي واشتغل معاه في مصر اسبوعين. بتهزر؟ صلاح اللي بعته؟ يعني كنت على تواصل مع صلاح، وكنت انا محتاج حد لان دي كانت فتره الكورونا والنشاط واقف، وتواصلت معاه وهو اسمه روبن، ده اللي كان عليك صلاح في فتره كاس العالم لما راموس كان وقعه في كتفه. ده اللي كان بيشتغل معاه، واشتغل معايا اسبوعين في مصر، وفرق معايا جدا في موضوع العلاج الطبيعي والتأهيل. صلاح اللي بعته لك؟ تواصلت معاه وهو حتى يعني الراجل جه اقامه وكده، طبعا تحملنا احنا الجزء ده. نعم. الاقامه والتنقلات وكل حاجه. لكن يكفي ان هو بعته طبعا لك يعني. وهو طبعا طبعا. كمان صوره ليك مع صلاح ومع كافاني اظن في كاس العالم 2018 اهي على الشاشه قدامنا. نجم برضه يا اخي طبعا. هو هنا كافاني كان بيطلب منه التيشيرت، بيطلب من صلاح. قال له اولادي بيحبوك وصلاح جدا. صلاح ما كانش بيلعب، كان مصاب. كان مصاب. كان مصاب. قال له اولادي بيحبوك جدا. ما هو انا الناس كان وانت حضرتك كنت المترجم؟ لا هم معلقين على الصوره ان انا مستغرب من ان انا شايف كافاني، فانا مستغرب ان هو بيقول له اولادي بيحبوك وعايزين التيشيرت بتاعك يعني. بس
حاجه تفرح يعني. وطبعا برضو دايما محمد النني حاجه طبعا شديده طبعا الاحترام. لا النني جميل وبرضو شخصيه محترمه وماشي في مشواره بشكل كويس جدا يعني. طيب تعالى بقى نتكلم شويه على النادي الاهلي والبدايات مع النادي الاهلي. بحب انا البدايات الجميله دي لان انت قصه اصرار وقصه كفاح يعني. بدايه بقى الفريق الاول انت المنتخبات فرقت معك طبعا، منتخب الناشئين وشباب واولمبي، منتخب ناشئين، منتخب شباب، منتخب اولمبي. احكي لي شويه عن المرحله دي وازاي وصلت فريق اول النادي الاهلي، من اول مدرب ادالك الفرصه، قصة بدات ازاي؟ هو زي ما حضرتك قلت المنتخبات فرقت. احنا كنا في منتخب الناشئين مع كابتن ربيع ياسين. نعم. ابتدى كابتن ربيع ياسين كان زي ما حضرتك عارف بيلم اللعيبه من كل انحاء مصر، بيروح يتفرج وهنا فابتدى يختار وعمل لنا منتخبات بقى، القاهره وواجه بحري والصعيد، وابتدينا نلعب البطولات دي ضد بعض. وبعدين الكابتن ربيع ياسين ابتدى يختار وعمل قائمه باللعيبه اللي هي المميزه في كل المرحله دي. وبعدين عمل المنتخب، تكوننا مع كابتن ربيع وابتدينا نشتغل معاه. وبعدين بعد كده وانا في الناشئين، وانتقلت بقى للنادي الاهلي وانا في الناشئين برضو. وبعدين ابتدينا منتخب شباب مع كابتن ربيع ياسين برضو. وبعدين جه ميروسلاف سكوب، ده كان منتخب، ده كان مدرب التشيك، جه مسكنا الجيل بقى بتاعنا، عفروتو وشهاب وشكري وهشام محمد وتوبه ومعاذ الحناوي، محمد طلعت. لا ده كان الجيل ال 86، لكن احنا 89. وبعدين كملنا مع سكوب وكابتن هاني رمزي لحد المنتخب الاولمبي. كابتن هاني رمزي كان هو المكمل بقى معانا. انضميت، كان في لجنه فنيه بتتابع اللعيبه اللي في المنتخبات الناشئين كويس، وكان فيها كابتن ناجي خليل وكابتن بتوع النادي الاهلي اسامه عرابي وكابتن محمد يوسف. ايوه، ويعني حمد ابو راضي وكابتن حمد ابو راضي، معرفش علاء ميهوب كان موجود ولا كان اللجنه الفنيه بتشوف اللعيبه الصغيره ورشحتني للقطاع الناشئين. وبعدين اتفرجوا عليا على ماتش مع المنتخب الشباب وانضميت للنادي الاهلي. حلو. وبعدين انضميت في لعبنا بقى كاس العالم 2009 2008 2009 في الناشئين، كان الدوري وقف عشان خاطر كاس العالم. مزبوط. وبعدين كابتن حسام البدري كان تولى قياده الفريق الاول. ايوه، وابتدى يحط عينه على المجموعه بتاعه كاس العالم للشباب. رجعنا من كاس العالم على الفريق الاول على طول، انا وشكري وشهاب وهشام محمد ومحمود توبه ومعاذ الحناوي، انضمنا الفريق الاول. وبعدين قعدنا بقى من الفريق الاول من 2009 بقى لحد اول مباراه يا سعد، 14 سنه بقى في الفريق. اول مباراه كانت قدام الجونه، في الجونه. حلو. كان كابتن حسام البدري نزلني بين الشوطين، كان تقريبا الكابتن احمد السيد صاب او يعني كان حد اتصاب وانا نزلت مكانه. طبعا كان ساعتها بقى الماتشات الاستاد مقفول ومليان، كان حلم طبعا. وقبل اول مباراه كابتن شوبير، فكره التمرين نفسه مع الفريق الاول ساعتها كان الجيل الذهبي كله موجود، فاحنا ما كناش مصدقين. وبعدين ما كنتوش مصدقين؟ طبعا. وبعدين انت عارف احنا كنا بنتكلم سنه كام؟ 2009 2008 بعد بطوله افريقيا 2008 اللي هي القطن الكاميروني. ايوه، طلعنا بقى الفريق الاول. حلو. فكان طبعا 2009 طلع استلم الكابتن حسام البدري من مستر مانويل. انت عارف مستر مانويل يعني ما كانش فيه الناشئين فرص كتيره يعني، كان بيجيب لعيبه من فطبعا الكابتن حسام غير الطريقه، لعب 4-4-2 او 4-2-3-1، ابتدى يلعب باربعه وابتدى بقى يدخل المجموعه الشباب. فالكابتن حسام البدري هو اللي ادانا الفرصه في الاول. أيوه. طبعا بقى وسط النجوم ابو تريكه وبركات وائل جمعه وشوقي غالي احمد حسن بلال، فكان طبعا جلبرتو وفلافيو مجموعه نجوم. مين اكتر حد من الجيل ده كان محتضنكم؟ يعني تتكلم على اسماء تخض يعني، مين الاكتر يعني؟ انت بتتكلم على ابو تريكه، على بركات، حسام غالي مش كده؟ حسام غالي، وائل، شوقي، عاشور، محمد شوقي، حسام احمد السيد. بصراحه انا مش مصدق مش واخد حقه يعني، الناس كلها دايما ناسيه مش عارف ليه. واحد من كبات النادي الاهلي ومن نجوم النادي الاهلي. والله كابتن كلهم كان بصراحه احنا يعني فعلا المجموعه دي اللي كان عايز يتعلم معنى النجوميه ومعنى ان هو يبقى نجم جوه الملعب وبره الملعب، كان من الجيل ده. دول كانوا نجوم بمعنى الكلمه فعلا. هم واثقين في نفسهم جدا، واثقين في شخصياتهم، عارفين ان هم لعيبه كبيره. يمكن كان ابو تريكه وجمعه ومتعب وغالي يعني بصراحه ما فيش حد ما كانش محتضننا، ما فيش حد كان بينصحنا، كله بيحاول ان هو يديك اي نصيحه تفرق معاك في مشوارك. فكلهم ما فيش واحد الا وفي علامه بينك وبينه معلمه معاك ان هو اداك معلومه فادتك يعني. يعني بصراحه استفدنا منهم كلهم يعني. سعد، انت ابن المنتخبات، منتخب ناشئين، منتخب شباب، منتخب اولمبي، وحتى في كاس العالم منتخب اول، منتخب اول. بس احساسي الشخصي انك ما خدتش حقك او متعتك من اللعب المنتخب الاول كتير، هل احساسي صح ولا غلط؟ لا طبعا صح. ليه؟ انضميت في اوقات كتيره لكن احنا
يعني انا انضميت مع برادلي، انضميت من بدري جدا، لكن طبعا كابتن وائل جمعه كان بيلعب بشكل مستمر وكان في نجوم كتير موجوده، فكنا كل فتره بيتغير مدرب، بيجي مدرب تاني بافكار تانيه، ممكن بتشكيله تانيه. وائل كان في عزه طبعا طبعا اسطوره طبعا في افريقيا ما كلها. ما فكرش اعمل له حاجه تخلص منه يعني؟ ما اثرتش والله كابتن شوية فكرنا بس ما حوقش. لا تنفعش، ما حوقش، لا لا ما حوقش. هو اقوى من اي حاجه كابتن وائل. ايوه صحيح. فانت عارف برضو الفتره اللي حصلت بعد الثوره وبعد ما حصل يعني 2013 2012 و13 كان النادي الاهلي احنا بنلعب في افريقيا، يمكن الواحد كان الفتره دي لعب في بطوله افريقيا بشكل كبير. ايوه في 12 و13 خدنا 12 مع الكابتن حسام، 13 مع الكابتن محمد يوسف. الفتره دي ما كانش المنتخب بنفس القوه لو تفتكر، ما وصلناش كاس امم، خسرنا من تونس والسنغال ومره خسرنا من افريقيا الوسطى، فما وصلناش. فكل ده ادى ان ما فيش ماتشات كتير للمنتخب. انضميت الفتره بتاعت هيكتور كوبر كلها كنت موجود. كوبر يعني كنت موجود ولعبت فيها ماتشات يعني بشكل كويس، لكن مستر كوبر شايف ان كان شايف الفتره دي كان رامي وحجازي. وكنت شغال انا معاهم، وبعدين كاس الامم دي فرقت معايا في الجابون. دي المفروض كنت يعني شغال بشكل كويس وهبدا البطوله، وحتى مستر كوبر قال عندنا ماتش مع تونس، اللي هيلعب الماتش بشكل كويس هو اللي هيكمل. كويس. فلعبت وكسبنا 1-0 وعملت مباراه كويسه، لكن هو فضل ان هناك يبدا علي جبر وحجازي. وكمل بقى الفتره دي كلها علي جبر وحجازي، وما كانش في نصيب لحد ما اتصبت انا في 2019 قبل امم افريقيا اللي هي كانت في مصر. شاركت في كاس العالم ولا كنت؟ لا كنت موجود في القائمه لكن ما شاركتش. ما لعبتش. بس كنت موجود في قائمه، كنت مصر موجود في كاس العالم. اول مباراه دوليه واهم مباراه دوليه بالنسبه لك؟ اول مباراه كانت مع مستر كوبر اعتقد كانت لبنان، في لبنان اعتقد. ايوه مع مستر برادلي قصدي. برادلي. بوب برادلي الامريكاني. كانت لبنان في لبنان اعتقد يعني. لكن احنا كنا لعبنا مباراتين باسم المنتخب الاول مع الكابتن هاني رمزي، كان المنتخب الاول ما كملش التصفيات، النايجر وسيراليون. النايجر. نعم. ما شاء الله الذاكره، مباراه وكسبنا ما شاء الله حديده، لان خرجنا بشكل عجيب جدا. من الحاجات اللي انا مستغرب لها لحد دلوقتي، ازاي نخرج قدام النايجر وسيراليون، وقبلها ازاي نخرج وكملنا احنا المنتخب الاول، ولعب معانا الكابتن احمد حسن الماتشين دول عشان كان يكمل. لا احمد راشق. اي حاجه في ارقام، عايز يبقى العميد، وكان عقيد فعايز ياخد الترقيه. هتفرق في المعاش برضه؟ لا بتفرق طبعا، بتفرق. لا بس كان مهم ان احمد الحقيقه يبقى يعني. لا بس ولعب معانا الماتشين وكان اكتر واحد بيجري الامانه. لا لا احمد يعني. ما شاء الله يعني. لا احمد نموذج كلاعب كوره الحقيقه، وكبني ادم احمد من الناس طبعا الشاطرين. لكنه مع المسيره دي كلها حاسس انه المنتخب الوطني ما اداش لسعد اللي يستحقه. يعني كنت اسال اكتر من كده في اوقات كتير، يعني كنت ممكن المشاركه تبقى اكتر من كده، لكن في الاول في الاخر يعني احنا ظروفنا كانت مختلفه شويه. صحيح. في الفترات دي الحاجه الثانيه انت في وجهه نظر فنيه وفي مدير فني طبعا. وانت مش من نوع بس سعد ما سمعناكش عملت مشكله. لا خالص. يعني في اوقات انت اساسي النادي الاهلي بتساهم في الحصول على بطولات ونجاحات واسمك منور، والناس كلها تقول انه سعد هيبقى اساسي وسعد هيبقى موجود، وما نلاقكش. بس ما سمعناش انك مره اتضايقت او اتضايقت علنا، يعني اي لعيب ما بيلعبش بيتضايق طبعا. طبيعي. ما فيش مشكله حصلت من سعد طبعا. انت مشهور بخفه دمك، لكن في النهايه لعيب الكوره طبعا ودم يعني. في اوقات طبعا يا كابتن زي ما حضرتك بتقول بتبقى اكيد نفسك تشارك ومتضايق وبتتكلم مع المدير الفني. نعم. وبتبقى في اوقات بتعترض بس بشكل لائق طبعا، لكن ما توصلش لحد المشكله. لان في الاول في الاخر الكوره مش مرتبطة باللي صوته عالي أو مرتبطة باللي بيعمل مشاكل، الحاجات دي كلها هي يعني موقف معين وخلاص. فأنت اللي بيفرض عليك في مسيرتك أو اللي بيفرق معاك التزامك واحترامك لمدربينك واحترامك لجمهورك، دي أهم حاجة يعني. احنا الأسبوع اللي جاي هنبدأ نحتفل هنا بأسبوع القضية، أسبوع ده من أهم البطولات في تاريخ النادي الأهلي، وأنت شاهد على العصر. هيبقى لنا لقاء تاني معاك برضو، مش عايزين نحرق المفاجاه بالنسبه طبعا للجمهور طبعا. لكن ايه، ناخد لحظه من قعر الطبق كده، تقول لنا حته من الكواليس، خاصه كانت اياميها كورونا، كانت الدنيا ملخبطه وكانت الدنيا صعبه. ايه اللي الناس ما تعرفوش؟ ايه اللي الناس اللي سعد ممكن يقوله لنا دلوقتي، او حاجه اتقالت بس الناس مش فاكراها نفكر الناس بيها في المباراه دي؟ كشف الكورونا، ومش عارف كان ديانج طلع ساعتها، جاله اثنين كمان ثلاثه لعيبه من الاهلي ساعتها. ديانج وليد سليمان. أيوة. وصالح جمعه طبعا. نعم. والثلاثه كانوا لعيبه تقال قوي في النادي الاهلي ساعتها. طبعا. احكي لي شويه عن الماتش نفسه. اللي انت عايزه.
عن اجواء، عن المباراه، عن هو الظروف. طبعا في لحظات بتيجي يا كابتن شوبير تحس ان الدنيا بتقف، يعني الماتش ده انت تحس ان الدنيا بتقف وواقفه حياتك على الماتش ده او على المباراه دي. قبل المباراه انا كان رجعت من الاصابه، صح، وكان جالنا مستر وكان جالنا موسيماني استلم المستر فايلر، وانا دايما بقول ان موسيماني استلم فرقه معموله على اساس كويس، متأسسة، متاسسه بشكل كويس، نعم، فرقه مدرب كويس فايلر، ها؟ جدا 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 جدا، يعني من افضل المدربين اللي انت كنت اساسي مع فايلر، نعم، انا لعبت مع فايلر لحد ما اتصاب، ايوه، يعني انا جالي وتر اكيليس رابع مباراه ليا مع فايلر. ياه، انا اتصبت في ماتش سان داونز الاولاني اللي خسرنا فيه 5، ايوه، ده اتصبت فيه اول 5 دقايق وخرجت، نعم، قعدت 6 شهور. فايلر كان مدرب صارم جدا، ما بيحبش حد يتكلم معاه، ما بيحبش حد، السويسريين يعني، او هو كان صعب نعم، في هم الشخصيه دي. السويسريين بيشتروا بالضبط، اشتغلت معاه 3 شهور ما اتكلمتش معاه خالص، تمرين ثم تمرين ثم تمرين، ما تكلمش، خالص مالكش شغف بلعب، مالكش شغف باي حاجه. اتكلمت مع اللعيبه، نصحتهم في لعيبه معينه، صالح راح اتكلم معاه وكذا لعيب، قلت لهم بلاش تتكلموا مع الراجل ده، لان انا بقالي سنين في النادي وعارف، يعني انت بيبقى عندك خبرات شخصيات المدربين فهمت يعني. شخصيتي. حتى وليد كان عايز يتكلم معاه، نصحت وليد ما يتكلمش وليد معاه. سليمان، اشتغلنا عندنا اللاعب الاسماعيلي في استاد الماكس، لقيت الراجل جاي لي في التمرين قال لي خلي بالك انت هتبدا المباراه اللي جايه كنت لسه راجع من الاصابه ولا كنت بعدها قبل، ب3 شهور. بعد الاصابه ب3 شهور؟ قال لي انا مراقبك ومراقب تمرينك ومراقب رد فعلك، انت لعيب محترف ما بتتكلمش، مركز في شغلك، فانت دلوقتي جاهز ان انت تلعب. لعبت ماتش الاسماعيلي، كانت مفاجاه بالنسبه لك، اتفاجئت يعني. فجاه حلو، كسبنا 1-0، وبعدين لعبنا الاتحاد، كان الاتحاد الموسم ده تاني الدوري، نعم، كسبنا 4، وبعدين لعبنا ماتش بلاتينيوم ستارز في بطولة افريقيا، ايوه، تالت مباراة على التوالي اساسي يعني. مباراة بلاتينيوم جالي وتر اكيلس، يا ساتر، فجات لي فورمة كويسة وفي توقيت مدرب قوي، مدرب هيفرق معاك وهيحطك على طريق كويس، فالحمد لله طبعا كله خير. فاتصبت وجات الكورونا خدمتنا شوية انا وحمدي فتحي. ايوه مظبوط، قعدنا 4 شهور، لا ده قعدنا فترة طويلة اكتر، 4 5 شهور ما لعبناش، قعدنا من نعم، اكتر من 6 شهور كان كمان، حمدي مصاب وكان كمان، حمدي عمل غضروف، ايوه، عمل خياطة الغضروف، كان محتاج 6 شهور أو 7، ورجع في المدة دي. وفترة الكورونا ساعدتنا ان احنا نرجع بشكل كويس، وجي موسيماني ايوه، لعبنا ماتشين الوداد، كان الوداد هناك كسبنا او تعادلنا، سيبنا في الوداد هناك، الملعب ما كانش فيه نعم، جمهور ساعتها، مظبوط، ولعبنا هنا وكسبنا، نعم، وصعدنا مباراة الزمالك نهائي القرن، نعم، والمباراة كانت يوم 27/11. احنا كسبنا الوداد والزمالك كان كسب الرجاء، نعم، بالظبط. وابتدى موسيماني يعرف الفرقة كويس الفترة دي لو حضرتك تفتكر، برضو كان مشي كذا لعيب كبير من النادي الأهلي ولعيبة مؤثرة على رأسهم كابتن شريف إكرامي، كابتن أحمد فتحي، مظبوط، رمضان صبحي، كابتن حسام عاشور. فاحنا كنا على طول في اجتماعات ما بين الكابتن سيد والكابتن الخطيب والثلاثة الكبار اللي كانوا موجودين ساعتها في النادي الأهلي، الشناوي، محمد الشناوي، سعد سمير، وليد سليمان بالترتيب نعم، الأدمية، كنا احنا كباتن الفرقة. ودي كانت فترة مؤثرة في تاريخ النادي، ايوه بقى لنا كتير صحيح، ما خدناش افريقيا، 7 سنين، بتمشي لعيبه مؤثره وكبار وكباتن فرقه جوه النادي. فكان في قبل النهائي وقبل موسيماني ان كان في اجتماعات مع اللعيبه الكبار الفرقه في كيفيه اداره الفريق الفتره الجايه، مين اللي كان بيجتمع؟ الكابتن الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ على طول، والشناوي وسعد ووليد، وليد سليمان، لان دورك دلوقتي مش مقتصر ان انت تفكر في نفسك، ايوه، انت في مسؤوليه نادي كبير زي النادي الاهلي، فريق من يعني من رقم واحد في افريقيا، فريق بيلعب كل سنه نهائي افريقيا، فريق بياخد كل سنه البطولات الموجوده في مصر وفي افريقيا، فاحنا عايزين نرجع لده من خلال بطوله افريقيا، وانت هتلعب نادي الزمالك المنافس التقليدي ليك، بطوله مهمه ولها تبعات مهمه في مكسبك ليها، حلو، ولها تبعات مهمه في خسارتك ليها. صحيح، فالاهم دلوقتي ان كل واحد ينسى نفسه، وان كل واحد ينسى شخصيته، ويركز في ان ازاي ان النادي الاهلي ياخد البطوله دي، نعم، يفكر ازاي ان النادي الاهلي يفضل قوي ويفضل ثابت ويفضل محافظ على مكانته في افريقيا كلها. وده الحمد لله اللي وصل لنا بشكل كبير جدا، وكان مسؤوليه علينا، ايوه، وبالتالي ابتدينا ننقل له اللعيبه، ابتدينا ننقل له ان اهم حاجه في لحد يوم 27/11 ما عندناش شغل شاغل الا ان النادي الاهلي يشيل الكاس، النادي الاهلي يرفع البطوله، صحيح، وان جمهور الاهلي يتبسط بالبطوله اللي غايبه بقى لها 7 سنين. التفاصيل اللي حضرتك بقى بتتكلم فيها، ايوه، ان احنا لما عرفنا ان ديانج جاله كورونا، جاله كورونا، وابتدى يبقى فيه طبعا حته الفزع من الكورونا ومن المساحات الفتره نعم، دي، الفزع ان انت كل واحد قاعد في بيته وما بيتحركش على قد التمرين وبنخرج،
انا كانت زوجتي حامل قبل الماتش وهتولد في الاسبوع بتاع الماتش. موسيماني كمان موسيماني عمل معسكر وطلب مني ابقى موجود في الماتش، فاضطريت اسيب مراتي وموجود في الماتش. ايوه فلازم نبقى كلنا موجودين. في تفصيله مهمه ما حكيتهاش بالتفصيل، بس احنا بين الشوطين بتاع الماتش اتخانقنا مع بعض. بتهزر؟ طبعا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا كان في تعليمات فنيه بخصوص لعيبه الزمالك، بخصوص الرقابه، بخصوص ان احنا هنمتلك نص الملعب ازاي. والتعليمات دي حصل مننا كسل فيها، ويمكن افشح حكى الموضوع ده، بس احنا اتكلمنا ان فرجاني ساس وطارق حامد هما محور لعب نادي الزمالك وبيحاولوا يخرجوا بالكوره، ولو احنا سيطرنا في الضغط على طارق حامد وفرجاني ان احنا هنسيطر على نص الملعب، لان احنا بعد ما جبنا الجون ابتدينا نفقد السيطره شويه في نص الملعب. وان بن شرقي اوقات وشيكابالا ما بيلعبوش ونجات على الاطراف، الونجات التقليديين لا، بيخشوا يستلموا من جوه في ظهر الديفندرات بتوعنا. نعم. اللي هو كان ساعتها حمدي فتحي والسوليه. فاحنا محتاجين ان احنا الونجين بتوعنا يقفلوا مع نص الملعب بشكل كويس، اللي هو كان حمدي والسوليه، وان قفش عليه مهام دفاعيه بخصوص طارق حامد لازم يعملها بشكل كويس. ده ما حصلش بعد حوالي جول السوليه وربع ساعه. فيمكن احنا قبل الماتش احنا عملنا محاضره وبنقعد نتكلم مع بعض، فبنتكلم اللعيبه الكبيره بتتكلم، الشناوي بيتكلم وسعد بيتكلم وليد بيتكلم. فالفتره دي كنا احنا قبل الكورونا كابتن لو تفتكر كنا بنتمرن اونلاين. ايوه صح. فانا قلت لهم ايوه يعني خساره بطوله افريقيا ومن نادي الزمالك، انتوا مش عارفين تبعاتها ازاي، مش هتعرف تمشي في الشارع، مش هتعرف تقابل جمهورك. على فكره يا رجاله احنا هنرجع نتمرن اونلاين تاني. فطبعا احنا كنا بنقولها من باب ان انت زي ما بتقول ايجابيات البطوله لو كسبتها، لازم تقول السلبيات اللي انت هتقابلها لو خسرتها. فاتكلمنا في ده واتكلمنا في النقط الفنيه. وفي ميزه في النادي الاهلي بصراحه، في لعيبه النادي الاهلي عموما عندهم تحمل المسؤوليه. ده صحيح. الفكره ان انت مش بتتكلم في تفاصيل بس اداريه، المكسب والروح والتشجيع، لا بتقعد تتكلم هنلعب ازاي وهنعمل ازاي، كابتن شوبير لو هو واقف هيعمل ايه، هيكلمنا في ايه، امتى هيهدي اللعب، امتى هنبتدي نسرع الريتم. فدي نقطه مميزه في لعيبه النادي الاهلي، عندهم تحمل المسؤوليه وعارفين قيمه النادي كويس جدا. فبين الشوطين الشناوي انفعل على اللعيبه اللي ما كانتش ملتزمه بالتعليمات، ويمكن انا انفعلت وانفعال كان شديد بشكل كبير جدا. وحتى مستر موسيماني شاف فضل ان هو ياخر كلامه شويه لحد ما احنا نعاتب بعض ونتكلم مع بعض. الشحنه خلصت واتكلمنا وهدينا، قلنا طب دلوقتي احنا في الاول وفي الاخر احنا 1-1، احنا مش خسرانين. فلازم الشوط الثاني نلعب على المكسب، نلعب على المكسب ونركز في التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها. ولازم رغبتنا تبقى اعلى، واعتقد ان الشوط الثاني هو ده اللي فرق معانا، ان رغبتنا احنا كانت اعلى ان احنا عايزين نروح للبطوله. وان احنا عايزين نقرب للبطوله. ويمكن الجول لما جه بتاع قفشه دي كانت لحظه بقى فارقه في حياتنا كلنا، وفي اللي عيط وفي اللي بكى طبعا طبعا اهو، وفي اللي جري في كل حته. ده مين اللي كان واقع؟ حسين. يمكن في اللحظه ده كابتن شوبير كل اللي على الدكه واللي في الملعب اول ما قفشه الكوره جات له كله بيقول شوت، كله كل اللي في الملعب بيقول شوت. لان هي لا جت يعني هي تلبس وتروح في الجون، لا اما خلاص ما. لكن حسين مضيع واحده غريبه جدا اللي جت في القائم. دي كانت صعبه جدا، بالفاضي وبالعرض دي كانت صعبه جدا. وبعدين الماتش رايح جاي، يعني كره زيزو جت في العارضه. نعم. فاحنا قلنا خلاص البطوله جايه لنا فعلا. ما هي خلاص. انت حسيت ان التوفيق معاك، حسين في القائم وبعدين كره زيزو في القائم بعدها. وبعدين الجول. هي كره حسين لما ضاعت زي ما حضرتك بتقول. انت قلقت شويه طبعا، وبعدين كره زيزو. فانت تقول لا يعني قرب جايه. فلحد ما جه جون قفشه بقى وجون. طبعا انا حتى كتبت له على الكوره بعد الماتش، الكوره نفسها. هو احنا كلنا مضينا على الكوره، فانا كتبت له، انا اديتها له. كلنا الفرقه كلها. قلت له قفشه الجون ده انت مش هتعرف قيمته لحد ما تموت. والله العظيم، والله العظيم. يعني قلت له الجول ده انت مش هتعرف قيمته لحد ما ربنا يديك العمر وتموت. والجول ده جول للتاريخ يا قفشه. كتبت له على الكوره، قلت له ده جول تاريخ. بس هو عرف قيمته طبعا. عرف قيمته طبعا، الاهلاويه كلها عرفوا طبعا طبعا طبعا.